حقك مو نادلة بعد العز والفاضلة. شكرا. خاصها غير الحكمة، فيك التضامن اللي بغيناه يكون بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون بالوحدة والتضامن بالوحدة اللي بغيناه بالوحدة واللي بغيناه يكون كلمة في هذا الجمع المبارك مع السي محمد الشاشي. تفضل. كلمة جمعة الرحيل في حراك في ديك. أيها المناضلون، أيتها المناضلات، نحن اليوم في الجمعة الرابعة من حراك في ديك البطولي والمتميز بمختلف أشكاله النضالية، احتجاجا على واقع العزلة والتهميش الذي تعيشه الواحة الغالية على قلوبنا، حيث تفاقم وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وكذا السياسية بشكل خطير، في ظل غياب رؤية سياسية للدولة واضحة المعالم والأهداف للنهوض بالمنطقة وفك العزلة ورفع التهميش الذي تعاني من ويلاته ساكنة المنطقة. الأسعار حطمت الرقم القياسي في فيكيك. لا يعقل أن الجزوال في فيكيك أكبر بكثير من الدار البيضاء. لا نقبل بهذا. وانسداد الأفق أمام شباب المنطقة وانتشار الفقر المدقع وسط الساكنة وغياب سام للمرافق الصحية الأساسية والضرورية للحياة وغير ذلك من مستلزمات حدودية نص حالات المياه مستلزمات العيش الكريم فالتنمية في الواحة منعدمة رغم موقعها المتاخم للحدود الوهمية، فنحن في فيكيك نعتبر بأن هذه الحدود حدود وهمية. والمفروض بحكم موقعها الحساس أن تحظى بتنمية اقتصادية تضمن الاستقرار وتعكس صورة المغرب أمام نظام عسكري حقود جازم على السلطة في الجزائر الرقيقة. أيها المناضلات، أيها المناضلون، فعلى المسؤولين في موقع القرار أن يعلموا أن لدى دولة الجزائر سياسة خاصة بالمناطق الحدودية، فليعني على المسؤولين في موقع القرار أن يعلموا أن لدى دولة الجزائر سياسة حكومية خاصة بالمناطق الحدودية وأنها تنفق أموال ضخمة على منطقتي بشار وسندوف لفرض سيادتها المزعومة على أراضي الصحراء الشرقية المغربية. أما نحن في المغرب ماذا فعلنا للدفاع عن التراب الوطني في حدوده الحقة؟ ماذا فعلنا للدفاع عن التراب الوطني
في حدوده الحق ولا نعتنف بالحدود الوهمية. سياسة حدودية ايها المناضلون، ايتها المناضلات، ان قضية فويت مياه الجماعة الى شركة جهوية لتسير ليس الا النقطة التي افاضت الكأس. فمياه بكيك تعتبر قطاعا اجتماعيا بالنسبة للساكنة وستظل كذلك، ومكتسب يجب المحافظة عليه وعدم التفريط فيه. وعلى هذا الأساس نطالب المسؤولين إسقاط مشروع التفويت واحتراما للإرادة الشعبية. سحبوا هاد المهزلة ولا دفعوا الاستقالة، سحبوا هاد المهزلة ولا دفعوا الاستقالة، سحبوا هاد المهزلة ولا دفعوا الاستقالة. وحيث أن فيكيك ضحية للعامل الجيوسياسي في المنطقة، وأن المجال مجاله الحيوي مكتسب ومحتل من طرف النظام العسكري الجزائري. هذا عار، هذا عار، فيك في خطر، 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 هذا عار، هذا عار، فيك في خطر. نطالب المسؤولين على الصعيد الوطني وصانع القرار في المغرب تعميم الوضع القانوني الخاص المعتمد في الأقاليم الجنوبية، أعني بذلك العيون، سمارة، الداخلة، ليشمل إقليم فيكيك، وذلك لتخفيف من آثار الظروف. الصحراء دومي طريف، فيكيك دوبل طريف، الصحراء دومي طريف، فيكيك دوبل طريف، الصحراء فيك دوبل طريف، الصحراء فيك دوبل طريف، فيك دوبل طريف، وذلك لتخفيف من آثار الظروف الاقتصادية الصعبة لساكنة المنطقة. نطالب من الحاكمين في هذا البلد السعيد العمل على استرجاع المجال الحيوي المكتسب لفيكيك، أراضي عام كلور، إكزن الساعة الشرقي، تابزوف، أبسلو، تاسرا، بني والنيف، إلى آخره. وهذا من جهة، ومن جهة أخرى طرح قضية الصحراء الشرقية على أنظار هيئة الأمم المتحدة واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة لها. الله يحفظك. أيتها المناضلات، أيها المناضلون، إن الجانب الصحي لا يقل أهمية عن غيره، فهو جدير بالاهتمام والعناية. للطبيب يا مسؤول هادشي ماشي معقول، فين الطبيب 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 يا مسؤول هادشي ماشي معقول، هادشي ماشي معقول. إن الجانب الصحي لا يقل أهمية عن غيره، فهو جدير بالاهتمام والعناية اللازمة. وفي ظل غياب مستشفى بطاقمه الصحي وتجهيزاته الضرورية واللازمة، تعيش ساكنة فيكيك ظروف صحية خطيرة. لذا نطالب من المسؤولين تحويل المستشفى المنجز والمجهز في حي بغداد
إلى مستشفى عسكري على غرار. بركة من البنايات وبغينا الخدمات، 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 لذا نطالب من المسؤولين تحويل المستشفى المنجز والمجهز في حي بغداد إلى مستشفى عسكري على غرار المستشفيات العسكرية بالمدن الكبرى، على اعتبار أن المنطقة متاخمة للحدود وأن كل مواطن أو مواطنة في فكين هو جندي مجند للدفاع عن التراب الوطني. كل مواطن أو مواطنة في فكيك هو جندي مجند للدفاع عن التراب الوطني وحماية التراب الوطني، وأن قوم الأمن القومي وأن الأمن القومي المغربي يبدأ من فكيك. بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون، بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون، اللي بغيناه يكون يكون، بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون. إن الأمن القومي للمغرب يبدأ من فكيك، وأن حرب وما حرب الرمال في شهر أكتوبر 1963 لخير دليل على ذلك. لذا على مسؤولي الدولة المغربية على كافة المستويات الاستجابة الفورية لمطالب ساكنة فكيك قبل فوات الأوان ويقع ما لا يحمد عقباه. لذا على مسؤولي الدولة المغربية على كافة مستويات الاستجابة الفورية لمطالب سكنة فكيك قبل فوات الأوان ويقع ما لا يحمد عقباه. وهذا ليس تهديد بل تحذير لمن يهمهم الأمر، فمزيد من النضال والصمود حتى النصر وسننتصر. تحياتي والسلام وشكرا. فاتو عمان وبشوات لا مشاريع لا إنجازات، فاتو عمان لا مشاريع لا إنجازات، فاتو عمان.